في حاجتين بيؤكدوا كلام سيادتك عن النظام الإداري. لما أنا بشوف حجم منظوم الحجم الشكاوى اللي وصل لمنظومة الشكاوى في مجلس الوزراء وهي منظومة كفء، أما بشوفها بالمليونيات فبقول أمال الأطراف بيعملوا إيه؟ أمال المحافظات بتعمل إيه؟ أمال الأحياء بتعملوا إيه؟ هو أنا لما أحتاج قرار علاج لازم أوصل للمنظومة دي؟ طب ما أنا ممكن أخده من المستشفى القريب من البيت اللي هو الجهاز الإداري اللي هو بيقدم الخدمة في الأطراف. النهايات الطرفية للدولة المصرية مش بالكفاءة، تحس إنها عندها سكر متكلسة ومتيبسة. النقطة الثانية أما تتكلم عن 1,300,000 فتوى في السنة، لا ما برضه المجتمع سيادتك بتتكلم عن لا بتتكلم عن مجتمع تاني، يعني انت بتتكلم في مجتمع نحن لا نعيشه قاعد يتكلم في كل شيء في اطار حلال حرام حلال حرام مش صح وغلط صح وغلط حرام. لا ده مش صح وغلط، لا لا ده حلال وحرام، المسطره حلال وحرام، لا لا ده حلال مش صحيح يعني مش قانوني ولا غير قانوني، مش يعني صح ولا غلط. ايه اما تتكلم عن مليون شكوى ومليون فتوى، لا لانك انت الكلام عن الفتوى متجذر في مصر كويس، انما الجديد على مصر اللي هو التشريع، يعني ان تنظيم الحياه العامه مش بيتم بالافتاء وانما بيتم عن طريق التشريع، انك انت تعمل قوانين تنظم حياه البشر. يوم ما نعمل نقله من دي لدي انك انت مش القضيه انك لانه الحياه بتتعقد، وبيجي بقى ايه ان احنا نخلق قضيه هو لمس الكمبيوتر ولو في واحده ست مثلا ده يبقى حرام ولا ده مجرد صوره، يعني في حاجات يعني كده بتستهلكني بتستنزفني في سياق مختلف خالص. يعني السياق اللي احنا ماشيين فيه انت بتقوله قفزات بسرعه الضوء، ان احنا رايحين ليه بنعانق القمر الصناعي، بنعانق الطاقه النوويه، بنعانق اشياء كتيره. يعني الحياه ماشيه في مناطق فوق الخيال، لا بتعمل زراعه بالماس برودكشن، يعني انت عامل ميكنه زراعيه في لا وقاعد تتكلم عن نوع من القمح في محطه سخه بيعمل مش عارف كام ارباب و23% حلاوه في البنجر في غرب المنيا. اللي انا اقصده الامال عظيمة جدا، لكن يبدو أن الأمراض المتوطنة والمزمنة والسارية قد تهدد المشروع. عشان كده لابد من الالتفات مباشرة لمقاومة هذه الأفات الضارة. أنا لفت نظري مصداقا لكلامك بالصدفة كده بتفرج على البرنامج، لقيت مذيعة محترمة وشيخ معمم ومشاهدة بتسأل، مخطوبة وقعدت مع خطيبها وضحكت ففلت منها ريح، حكم الشرع عشان خطيبه بتاع. فانا تذكرت باب، انا بكلمك جد، فانا انا انا ذهلت، افتكرت باب في كتب الفقه، ده فقه بقى ما فيش حياه فيه، اسمه قدرته في المجالس. ما زلنا نعيش سطوه، يعني البعض بيقول احنا مناسب لنا قوي التاريخ بتاع 1400 لان ده يعني قريب من نهايه العصور الوسطى في اوروبا، يعني سيطره البتاع. اللي عايز اقوله انه من المهم جدا حسم المرجعيه الثقافيه والاقليميه. انا ما بقولش الغاء الدين ولا دور الدين ولا امسه، ولكن منظومه القيم لا تسرق لا تزني ما تبصش مش عارف ايه بقى ماشي الحال، انما مش كل صغيره وكبيره واحد اصبح المرجعيه مش القانون ولا التشريع ولا لا لا. انا عايز قبل اختم في هنا احد البدائل المهمه اللي دايما بنتهز فرصه الوجود في برنامج مهم زي انك انت العلم عندنا ناقص قوي، يعني كام برنامج علمي عندنا غير البرامج اللي هي مندهشه اللي تقول شوفوا بقى عملوا حاجه طلعت بره. لا احنا ازاي الكهرباء اشتغلت، ازاي البنسلين بتيجي، البنسلين احيانا بتجيبها عن طريق انك انت بتعمل اصل شركه معينه. يعني دايما اضرب بمثل في فيلم اسمه ذا فاوندر اللي هو اسس شركه ماكدونالد، ازاي عمل هذه الشبكه. انت بتتكلم هنا عن البيزنس، بتتكلم عن العلم، وبعدين نحسم القضيه بقى بتاعه انه التشريع ومصدره ايه، هو حكم المحكمه الدستوريه العليا، ما هو المقصود بهذا الكلام. الحقيقه يعني لانه في هنا خلطه بتخلي كل حاجه تتحول الى قضيه الحقيقه فتوى. انا لسه